هذا مقطع فيديو يبين كيف نستخدم كروت ميني جيم بول او الكروت المتوفرة حاليا في السوبر ماركت او اي هدايا الاطفال. هذه الكرة ممكن تستخدم مع لوحة توازن، ان شاء الله تكنيكات جميلة جدا، فيها توافق عصبي عضلي عالي لمنطقة الجوينت، بل ممكن تستخدم 4 كور في نفس الوقت مع البالانس بورد، توافق عصبي عضلي، وان شاء الله ان شاء الله يعجبكم. لكل واحد من عنده ذهن او القى السمع هو شهيد، الاخصائيين العلاج الطبيعي وكل من هو عاوز يعمل اي تكنيكات باستخدام الميني جيم بول على مستوى السباين، على مستوى الرقبه، على مستوى الظهر، ينام على الكور يحطها ظهره، ويتمنى يحط الكور دي في ظهره في العربيه. هذه الكره لو اتحطت في ظهرك في العربيه هتمنع مشاكل كتير جدا جدا، شوك ابزوربشن، وتهج جسمك يهتز اثناء السواقه، تمام؟ لا يكون تحملك على الغضاريف وعلى الاربطه، بل على الاستابلايزر الماصل. البالانس بورد والميني جيم بول مقطع ان شاء الله راح تستفيدوا منه جميعا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احمد شبكه. برضه استخدم الميني جيم بول لعمل تمرينات الركبه، هجلس على واحده عشان اعمل بالانس وكوردينيشن في السباين، العمود الفقري. طبعا القعده كده، وبعد كده احط دي تحت رجلي اليمين واحط دي تحت رجلي اليسار، تمام؟ واقدر طول ما انا جالس اعمل تمرينات لركبي، طالع نازل الاثنين، اقدر اعمل كده. يبقى كده جسمي في حاله اهتزاز، حركت عضلات بطني وعضلات ظهري، حتى من خلال اصبح جسمي في حاله صراع مع الجاذبيه الارضيه، واقدر من خلال الكلام ده اقدر احرك رجلي. لما اسيب رجلي تستسلم للجاذبيه الارضيه واقدر اربع رجلي، اهو ربعت رجلي. انا بقول ممنوع نعمل الحركه دي واحنا جالسين، نقدر طول ما احنا قاعدين يا شباب نحرك رجلينا، الدوره الدمويه مرتجعه، الفينوس ريتيرن، وتحريك الانكل، كوادريسبس اكسرسايز، شد جسمك، عضلات بطنك اهي، تضغط على رجل، تضغط على الثانيه. الاهتزاز ده يحرك عضلات البطن، الاستابلايزر ماسل التي في اي، والباك ماسل المالتيفيدس. يعني اللي عنده مشاكل في ظهره وركبه يعمل هذا التمرين كتير ب 3 بوينت موفابل بوينت، اللي هي الكره اللي هي الميني جيم بول. ونعمل زوم عليها، زوم على كيتلر، شكرا لكم. شركه كيتلر شركه المانيه. الكرة دي تستخدم قلنا لحماية الجسم في الجلوس في السيارة، نقدر انا استخدمها تؤدي دور الكرة الكبيرة البيج من جول، البيج اللي كرة السيوز بول الكبيرة. نقدر نقعد عليها، اقعد عليها دلوقتي جلوس. اللي عنده مشاكل في ركبه او اللي عنده انزلاق غضروفي يقدر يقعد القعدة ديت، بحيث انه يقعد على 3 كور في وقت واحد، ويقدر يعمل رولينج قدام ورولينج ورا. وانا ضغط على ايديا، بروح يمين شمال، بروح يمين شمال، اضغط على رجل وشيل رجل، اضغط على رجل وشيل رجل، اضغط على الاثنين مع بعض، اضغط واعمل اهتزازات. ممكن اوزع الكره بعد كده تحت الركبة على طول، هعمل كوادريسيبس دريل اكسرسايز، اضغط اضغط شد الركبة عليك، اضغط شد الركبة عليك، تقدر تضغط برجلك دي ودي، اضغط على دي، بريس يمين، اضغط شمال، دورس فليكس، تقدر تعمل رولينج عليها. ممكن تنوع اكتر التوازن، التوازن يزيد اكتر، تحت رجليك، تحت ركبك. يبقى كده انت مثبت نفسك على السرير او على السن العالي ديت، وقعدت تعمل ايه؟ رولينج اكسرسايز، ركبه، اهتزازات، تمام؟ ضغط يمين، ضغط شمال. انا بعتبر ده نوع من الاوتو اكتف اوستيو كايروبراكتيك على مستوى السباين. نعم، شوك ابزوربشن، تمتص وزنك الكوره، وفي نفس الوقت جسمك في حاله اهتزاز، هتشغل الكوادراتس لامبورم، عضله البطن شغاله، عضله ظهرك شغاله، تقدر انت بيه تستخدم ايديك، الترابيس ماسلز، توازن وتوافق عصبي عضلي. جيني جيم بول، ممكن تستخدم الميني جيم بول كتكنيك، تقدر تعمل بيه مانيبيوليشن لحاجات كتيره جدا. تضغط كتفك كده، تضغط على صدرك من تحت في الانجل ديت، تزق الاسترنال، عضله القص لورا، تمام؟ تقدر تحطها، تضغط على راسك شمال لقدام لورا. تقدر برضو تحطها بين رجليك وتضغط. تقدر بقى تحط حاجات زي كده، الكور ديت من هتلاقي بتعمل استريتش للكوادراتس لامبورم، للكوادريسيبس، وفي نفس الوقت بالانس وكوردينيشن مع البالانس بورد، توافق عصبي عضلي عالي، التركيز. يا ريت التصوير يجي من تحت شويه نشوف اللي انا عامل على كرسي توازن في القعده ديت. اللي عنده مشاكل في رجليه تقدر تعمل له حاجات زي كده، ركبه، تأهيل عالي، توافق عصبي عضلي عالي، التركيز. الكرة السويسرية، سويس بول، جيم بول، يوغا بول، تكنيكات تقدر من خلالها تعمل ايه؟ اوتو اكتف اوستيو كايروبراكتيك. احمد شبكه.